ومشاهدينا، ما زلنا في هذه التغطية المباشرة لقمة الاتحاد الأوروبي الأفريقي المنعقدة في بروكسل عاصمة البلجيكية لمدة يومين، والتي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول زيارة له إلى بلجيكا. ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، تحياتي لحضرتك فندم. سعادة السفير، ما يميز هذه القمة السادسة للاتحاد الأفريقي الأوروبي، ما يميزها عن الدورات السابقة من القمم وعن القمم الأخرى التي يعني تتعلق أيضا بالقارة الأفريقية؟ هي طبعا بتعقد في ظل تحديات جديدة بتواجه العالم كله، وتتطلب هذه التحديات قدر أكبر من التنسيق والتعاون وإظهار يعني روح المشاركة في مواجهة هذه التحديات، سواء كانت من ناحية الكوفيد 19، من ناحية انتشار ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، من ناحية ظاهرة الهجرة غير الشرعية، القلاقل اللي موجودة داخل القارة الأفريقية. وكل هذه يعني المخاطر تؤكد على فكره ان هذه القاره، قاره افريقيا، تحتاج الى قدر اكبر من الاهتمام من الدول الغربيه، وبالذات طبعا الدول الاوروبيه اللي هي كانت معظمها مستعمره دول كثيره من القاره، وانه التنميه هي السبيل الوحيد لمواجهه مشاكل كثيره موجوده في القاره، وده يمكن احد المبادئ الاساسيه لمصر بتتعامل بيها الان في تعاونها مع دول القاره الافريقيه. حضرتك هتلاحظي ان احنا بنبني سدود في عدة دول افريقية، بنبني مستشفيات وطرق. مصر كانت الاولى في طرح مبادرة اسكات الفنادق على اساس ان النزاعات المسلحة دي من شأنها انها بتعطل مسيرة التنمية في دول كثيرة، وفي النهاية بتؤثر على مستوى معيشة يعني الشعوب الافريقية. وبالتالي مصر لها منهج محدد اعتقد ان هو قايم على افكار ثلاثة، اللي هي التكرار والسلام والتنمية، وده في حد ذاته السيد الرئيس دائما بيؤكد هذه المبادئ، وبيتحدث دائما على أن القارة فعلا في حاجة إلى دعم أكبر في الفترة القادمة لمواجهة تحديات كثيرة. زي ما أنا قلت في الأول، تحديات متنوعة، وفي النهاية استقرار القارة الأفريقية هو في حد ذاته استقرار لأوروبا واستقرار للجهة الأخرى من البحر المتوسط، على أساس أنه دائما التنميه عندما تكون يعني لها عمق كبير في بعض الدول، ده بيؤكد على فكره انه في النهايه المشاكل الداخليه اللي موجوده بيتم القضاء عليها، وبنشهد قدر اكبر من الاستقرار، وده يمكن بيحد من ظاهره الهجره غير الشرعيه اللي بتعاني منها دول الاوروبيه كثير. نعم، سعاده السفير، يعني ما بين التدافع على افريقيا في مرحله الاستعمار والتدافع لافريقيا في هذه المرحلة، مرحلة الشراكة بين أوروبا وأفريقيا، يعني إلى أي مدى استطاعت الدول الأفريقية أن تفرض واقعا جديدا ومختلفا ومحددات مختلفة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي؟ طبعا ده سؤال ممتاز، لأن حضرتك هتلاحظي أن احنا في فترة ما كان هناك استمرار للاستغلال للموارد الأفريقية من بعض الدول، ويمكن السيد الرئيس عبر عن هذا في احد المؤتمرات الاخيره في القاهره، بيقول انه يعني حضرتك هم بيستفيدوا، والدول الافريقيه للاسف ظلت على ما هي عليه من فقر او عدم التقدم خلال سنوات ماضيه. وبالتالي المنهج ده لازم يكون الجميع عندهم قدر من الربح لكل الاطراف، سواء كانت اوروبا او افريقيا. مفيش شيء يعني ممكن ان هو يفضل مسيطر على المنهج في التعامل مع افريقيا، بان الدول الاخرى الاوروبيه ان هي تنمو وتتقدم، والدول الافريقيه تظل على ما هي عليه. وبالتالي اعتقد ان تغيير هذا المنهج هيكون من شانه ان هو فعلا الدول الافريقيه تستفيد منه، وزي ما قلت لحضرتك انه استقرار الدول الافريقيه مؤكد ان هو بيكون له انعكاس جيد على الاستقرار والامن في اوروبا، وده من شانه ان هو يعني يخرج الجميع بشكل في ربح للجميع الاطراف، وما يكونش في طرف هو الذي
يربح وآخر يظل على ما هو عليه. نعم. طب معالي الوزير، ما بين مرحلة المساعدات ومرحلة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، كيف يمكن يعني استثمار هذه الظروف الآن للاستفادة القصوى من هذه الظروف الجديدة، وأيضا كيف يمكن لمصر تحديدا أن تكون يعني بوابة أوروبا إلى إفريقيا في مجال الاستثمارات ونقل التكنولوجيا؟ ده صحيح، هو حضرتك في قصص نجاح في أفريقيا، قصص نجاح اقتصادية وتكنولوجية، وطبعا من ناحية الاستقرار أيضا مصر تمثل أحد هذه قصص النجاح، وأيضا دول أخرى زي رواندا زي غانا، دي كل دول كلها حققت تقدم اقتصادي كبير جدا خلال الفترة الماضية، وبالتالي يجب ان يكون هذا النموذج هو النموذج السائد في الدول الافريقيه، ويجب ان الدول الافريقيه اولا تساعد بعضها البعض، وفي نفس الوقت يكون في مساعده من الدول الغربيه بحيث انه التقدم الاقتصادي يكون يعني سمه العصر القادم بالنسبه للدول الافريقيه، وموضوع الاستغلال ده يكون يعني يتراجع في الفتره القادمه. لكن فعلا احنا بنشهد قصص نجاح كبيره في القاره الافريقيه، ويجب ان هذه القصص هي اللي تكون يعني الرائده، وفي نفس الوقت النموذج يحتذى به من الجميع، واعتقد انه الاعتماد على النفس والاعتماد على التعاون الافريقي ده من شانه انه بيحقق يعني برضه نتائج كبيره جدا، ودي بتساعد الدول الغربيه ان هي تكون اكثر يعني قدره على المساعده عندما يروا ان هناك قصص نجاح، وده يمكن حضرتك النموذج المصري بيقدم نفسه على انه قصه نجاح، وبالتالي حضرتك هتلاحظي الفتره الاخيره ان في قدر كبير جدا من الاستعداد لمساعده مصر والوقوف بجانب مصر في معركه التنميه اللي هي بتقودها بنجاح حتى الان. طب معالي الوزير، يعني قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقي ليست القمة الوحيدة المهتمية بالقارة الأفريقية، قمم أخرى مختلفة سواء على المستوى المؤسسي أو على مستوى الدول تتعلق بأفريقيا، هل تختلف هذه القمة عن غيرها من القمم في طرحها للقضايا الأفريقية والمساعدات الأفريقية، أم يعني تدخل في شبه منافسة مع كيانات أخرى ومؤسسات أخرى أو دول أخرى ربما في التعامل مع الافريقي؟ يعني طبعا والله حضرتك يعني لمست نقطه مهمه، وهي فكره المنافسه وفكره الحرص على التواجد في افريقيا باشكال مختلفه، سواء كانت اشكال فيها قدر من الاستغلال او قدر فعلا من المساعده الحقيقيه والمنهج صحيح يعني للتعامل مع القاره الافريقيه، ولكن بلا شك ان هناك قدر من الاستغلال وقدر ايضا من الحرص على يعني استغلال الموقع الجغرافي لبعض الدول الافريقيه لتحسين الاوضاع الاستراتيجيه لبعض القوى الكبرى. فده بحد ذاته موجود وهيظل موجود، واحنا يعني لا نستطيع ان احنا نتعامل مع يعني الدول الاخرى الا بالاسلوب يعني ان احنا بنشوف فيه منفعه خاصه بينا، ولكن في النهايه التقدم العلمي اللي موجود الان في الدول الافريقيه، يمكن حضرتك الناس كتير مش ملاحظه الحكايه ديت، انك فعلا كوادر افريقيه كبيره ابتدت يعني تاخذ موقعها في عده اماكن سواء داخل دول القاره او حتى خارجها، وبالتالي افريقيا بتستطيع انها تقدم نفسها الان في شكل مختلف تماما، شكل فيه حرص على تحقيق الاستقرار، وشكل فيه حرص ايضا على مواجهه التحديات الجديده اللي هي ما كانت غير مسبوقه، يعني موضوعات الكورونا دي اكيد بتؤثر كثيرا في هذا الامر. وايضا حضرتك ما ننساش انه انتشار ظاهره الارهاب في القاره الافريقيه اصبح احد السمات المقلقه لدول القاره وحتى للدول الاخرى، يعني حضرتك لسه النهارده في فرنسا بتقرر انسحاب من مالي فحضرتك ده من شانه انه بيعزز وجود بعض القوى المتطرفه، وده هيكون حزام خطير، يعني لما نشوف الوضع في الصومال ثم الوضع في نيجيريا ومالي وتشاد والنيجر، حضرتك دي كلها امور مخلقه للامن في الدول الافريقيه. يمكن ده يطرح سؤال معالي السفير، هل يعني هذا الطرح من التعاون الاوروبي مع افريقيا هل يتعارض مع التواجد العسكري الاوروبي او غيره في افريقيا ووجود قواعد عسكريه اوروبيه او غيرها ايضا داخل القاره الافريقيه؟ يعني طبعا هو حضرتك القواعد العسكريه بلا شك يعني
انتشارها بهذا الشكل الكبير خلال الفتره الماضيه مؤكد ان هو امر مضر، لانه بيضع الدول الافريقيه في بؤره نزاع احيانا نتيجه تدخلات كثيره. وفي دول كثيره دلوقتي في سواء كانت في القرن الافريقي او في الجانب الاخر الغربي من القاره الافريقيه فعلا اصبحت فيها قواعد اجنبيه. ده في حد ذاته ما اعتقدش ان هو امر بيؤثر فكره السلم والامن داخل القاره الافريقيه، ولكن مؤكد انه القاره بينظر اليها الان عده اتجاهات ومن عده محاور، ومنها المحور العسكري ومحور التنافس او محور التواجد بالقرب من دول اخرى. يعني الصين على سبيل المثال لها توجهات في القاره الافريقيه عشان تنافس قوى كبرى اخرى وهكذا. وفي النهايه اعتقد انه المسار الاقتصادي هو اللي هيحقق القدر الاكبر من الرفاهيه للشعوب الافريقيه، ويجب ان احنا كدول افريقيه وبالذات الاتحاد الافريقي ان هو يكون التركيز فعلا على فكره التعاون الافريقي الافريقي، لان هو ده اللي هيكون يعني المنفذ الوحيد. وايضا زي ما قلت في الاول التجارب الناجحه في القاره الافريقيه يجب ان تكون نموذج للاخرين، زي ما قلت في مصر وفي رواندا وفي نيجيريا وفي غانا، دي كلها قصص تعتبر قصص نجاح اقتصاديه، ويجب ان يكون هناك يعني قدر اكبر. مصر بتقدم نموذج على فكره يعني متفرد في هذا الشان، وبتقدم قدره كبيره جدا على مساعده الدول الافريقيه على بناء البنيه التحتيه. وفي نفس الوقت المعاهد المصريه حضرتك بكل انواعها مفتوحه لابناء افريقيا ل يعني تنميه القدرات البشريه لهذه الابناء القاره، وده موجود لمن دول بكثره، ودي احد طبعا الاستراتيجيات الناجحه اللي بتقوم بها مصر في ان كل المعاهد المصريه سواء كانت الدبلوماسيه او التعليميه او العسكريه مفتوحه لابناء افريقيا شباب افريقيا الاعلاميه ايضا. وبالتالي هذا هو النموذج الناجح، انه يكون في فعلا قدر من التعاون الافريقي يعني نتحدث عن قوى ناعمه ايضا معالي السفير في يعني التوغل او التعاون مع دول القاره. مؤكد ده عليك يعني طبعا قلت يعني الجمله الصحيحه في هذا الشأن. القوى الناعمه المصريه هي لها السياده فعلا في القاره الافريقيه، حضرتك الازهر، الكنيسه، المعاهد التعليميه، حضرتك لو رحتي على سبيل المثال مثلا العاصمه السودان الخرطوم هتلاقي انه كل الشباب او كل يعني القدرات البشريه اللي موجوده هناك كلها فعلا بتدين بالاهتمام والاعتراف بقدره مصر على تقديم نماذج تعليميه جيده جدا للشباب السوداني على مر اجيال طويله. القوى الناعمه المصريه فعلا هي احد يعني الادوات الدبلوماسيه المصريه سواء كانت في القاره الافريقيه او في غيرها من الاماكن، وده امر معترف به وفعلا يعني الجميع بيقدرونه. طب معالي السفير، قضيه المناخ من القضايا المطروحه على يعني طاوله الحديث والنقاش في هذه القمه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن باسم القاره الافريقيه في هذا الملف تحديدا باعتبارنا دوله مستضيفه لقمه الاطار القمه الاطاريه في أواخر هذا العام في شهر نوفمبر. برأيك معالي السفير، كيف يمكن أن نستثمر تواجدنا في هذه القمة ل يعني الحصول على مزيد من الدعم الأوروبي في مجال التغير المناخي؟ يعني حضرتك هتلاحظي إنه في منذ انتهاء مؤتمر جلاسكو الخاص أيضا بتغير المناخ، وهتلاحظي إن في نشاط دبلوماسي كبير لمصر سواء على مستوى دبلوماسية الرئاسة أو على مستوى وزارة الخارجية أو وزارة البيئة. الدولة المصرية مؤكد إنها بتستعد بشكل يعني يعتبر شكل كبير جدا، والاهتمام من ناحية واحد فنية والنواحي حتى يعني استضافة وغيرها. حضرتك شرم الشيخ هتعلن إن هي مدينة خضراء خلال فترة قادمة، بحيث إنها عندما تستقبل المؤتمر يكون يعني إحنا بنقول العالم كله إن عندنا إجراءات تنفيذية على الأرض، مش مجرد بس بيانات وغيره. ايضا مصر طبعا يعني الحشد بتقوم بيه الدبلوماسي في كل المحافل اكيد بتضع هذا المؤتمر، وفكره حتى يعني التغير المناخي اصبحت فكره يعني مهمه جدا في اجنده المباحثات الدوليه، وخاصه ان الدول الافريقيه هي الدول اللي بتعاني وهي الدول اللي بتدفع الثمن
اكثر من اي طرف اخر، وبالتالي مصر بتعبر عن هذه النقطه بقوه، وبتضع المصلحه الافريقيه دائما امام يعني قاده العالم، سواء كانت في القمه الاوروبيه الافريقيه او في غيرها من الاجتماعات اللي بيحضرها السيد الرئيس او السيد وزير الخارجيه، بحيث انه فعلا مصر تتحدث باسم الدول الافريقيه. حضرتك ما تنسيش ان في قدر كبير من الاستغلال لمثلا عمليه مسح الغابات اللي موجوده في افريقيا لصالح بعض الدول الكبرى، وده بيأثر مؤكد على موضوع المناخ في الفتره القادمه، وبالتالي افريقيا دائما بتكون هي الضحيه، سواء كانت من كثره الانبعاثات الدول الصناعية أو حتى من استغلال الأراضي الأفريقية في تجريف الغابات أو غيرها، وبالتالي الأمور أصبحت يعني لازم فعلا العالم يقف أمام مسؤولياته في هذا الصدد، وبالذات أنه ينظر إلى أفريقيا في إطار كبير جدا من المساعدة على تحمل فكرة التكيف القادم في مواجهة تغير المناخ اللي احنا هنعاني منها جميعا ولن تفرق بين دولة وأخرى. طب إذا كان هناك نية لتقديم مساعدات بقيمة 150 مليار يورو للقارة الأفريقية في مجالات عديدة تصل إلى 300 مليار بحلول 2027، لو كان في قمة باريس كان في برضو كلام عن 100 مليار مقدم في مجال تغيرات مكافحة تغيرات المناخ، يعني هل هناك تشابه في مخرجات القمم وعدم التزام بهذه المخرجات، أم تختلف هذه القمة عن غيرها؟ والله حضرتك لمست نقطة في منتهى الأهمية، يعني هو فكرة إنه دائما المؤتمرات بتخرج بقدر من التعهدات، وده من فترة طويلة حتى من أيام مكافحة مرض الإيدز في أفريقيا كنا بنسمع عن أرقام كبيرة جدا يعني لمساعدة الدول الأفريقية، ولكن هذه التعهدات لم تصل إلى مرحلة التنفيذ للأسف يعني. لكن اتمنى انه يكون فعلا حضرتك الخطر الحالي اللي هو خطر تغير المناخ ده خطر داهم وبيهدد البشريه كلها، مش بيهدد منطقه بعينها، وبالتالي يمكن ده يكون التحدي دوت دلع الدول الاوروبيه والغربيه بوجه عام وبعض الدول الصناعيه الاخرى امام فعلا تعهداتها بان هي يجب انها تنفذ، لانه الموضوع مش موضوع انه انا هقدر احتمي بالحدود بتاعتي من هذا الخطر، لا ده الخطر ده قادم لا محاله على الجميع، وبالتالي التكاتف الدولي في هذا الشان هيكون امر مهم جدا خلال الفتره القادمه، ونتمنى ان يكون فعلا التعهدات تكون فعلا يعني تصل الى الارض ويتم تطبيقها في الفترات القادمه، لان هذا الامر يعني مفروغ منه ويجب ان يكون في مسؤوليه كبيره في مواجهته، سواء عن طريق القرارات او عن طريق التعهد بالمساعده الماليه المطلوبه لاعاده يعني تكيف الدول الافريقيه انها تتعامل مع المحددات الجديده الخاصه بتغير المناخ. نعم. سعاده السفير، ذكرت في معرض اجابه حضرتك منذ قليل انه افريقيا تغيرت وان هناك يعني تطور علمي بها وانها تستطيع الان انها يعني تفرض محددات الشراكه مع الكيانات الاخرى، يعني كيف يمكن ان يعني تستفيد القاره الافريقيه من هذه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي في ظل انها قاره يعني مستهلكه ومنتجه في ذات الوقت، يعني 4.5 مليار بحلول 2100 مستهلكين ويعني خزان لا ينضب من الطاقه مصادر الطاقه والمعادن، كيف يمكن ان تستثمر افريقيا هذه العوامل؟ لا صحيح، هو حضرتك الامكانيات الافريقيه امكانيات هائله، سواء كانت بشريه او موارد طبيعيه او موقع او حتى سوق استهلاكي او رغبه في زياده نسبه التعليم ونسبه الاعتماد على مخرجات صحيه افضل في الفتره القادمه، يعني افريقيا قاره واعده وفي نفس الوقت تستطيع انها تقدم للبشريه ايضا امكانيات كبيره، سواء كانت من ناحيه الموارد يعني الارضيه اللي موجوده فيها، سواء كانت معادن بترول غاز، عند دوله ذهب، القاره الافريقيه مليئه بال يعني بالموارد الطبيعيه اللي هي ممكن تقدم شيء فعلا للدول الصناعيه الكبرى.
وبالتالي انا يعني اعتقد انه نموذج التعاون يجب ان يكون بعيد اولا تماما عن فكره الاستغلال وفكره انه ما يعني انه الدول بعينها هي التي تنمو وتتقدم وتجني ثمار تعاونها مع افريقيا ودول اخرى تظل على ما هي عليه او حتى يعني تتراجع امكانياتها نتيجه عوامل اخرى زي الحروب الاهليه، الانقلابات العسكريه، الامراض، كل ديت امور في منتهى الصعوبه وبتاثر فعلا على التنميه الافريقيه. حضرتك ما ننساش كمان انه الاتحاد الافريقي نفسه لو هنرجع للمساق بتاعه هتلاقيه حضرتك مبني على فكره التعاون ما بين الدول الافريقيه بعضها البعض، لكن طبعا بعض الدول لديها كده نزعه استقلاليه ونزعه انها تتفرد في قراراتها بعيدا عن فكره التعاون، ده في حد ذاته بيدي مثال خاطئ للاخرين انه طيب انتوا المشاكل اللي بينكم مش عارفين تحلوها حتى اساسا، يعني احنا هنساعدكم ازاي؟ لكن في النهايه انا بشوف انه مصر بتضع نموذج جيد للعمل الافريقي زي ما قلت لحضرتك، هو قايم على فكره الاستقرار والسلام والتنميه، وده في حد ذاته نموذج يعني يجب انه العالم كله يتوقف عنده ويساعد مصر في تنفيذه في دول افريقيه كثيره. اسمح لي اختم مع حضرتك ب يعني الدور المصري، كيف يمكن يعني استثمار العلاقات القويه المصريه بالدول الاوروبيه والاستراتيجيه الخارجيه المصريه الان وهي بوابه مصر، بوابه افريقيا الشماليه، كيف يمكن استثمار هذه العلاقات في معالجه الكثير من الملفات مثل الهجره غير الشرعيه على سبيل المثال؟ لا طبعا هو حضرتك اسلوب مصر في التعامل او يعني المنهج المصري في التعامل الخارجي هو اسلوب حضرتك هتلاحظي ان هو فيه قدر كبير جدا من التقدير والاحترام، وبالعكس الان هناك سعي دائم للاستماع لصوت مصر وراي مصر في مشاكل كثيره سواء كانت في الاقليم او حتى خارج الاقليم. بالتالي انا بشوف انه مصر فعلا زي ما حضرتك برضه تفضلتي هي ممكن تكون بوابه يعني ممتازه للعمل في الدول الافريقيه. حضرتك انت لما بتنفذي مشاريع كبيره زي السد التنظيمي في تنزانيا او في اوغندا او بناء مستشفيات في جيبوتي، اعتقد انه بعض الدول اللي هي برضه بعيده اللي يكون لها تعاون مع الدول الافريقيه تستطيع انها تعمل قدر من التعاون الثلاثي ما بين مصر ودوله افريقيه ودوله اوروبيه، وده المنهج ده كان موجود لفتره مع اليابان ومع دول اخرى وكان ناجح، ولكن للاسف تراجع يعني شكل التعاون الثلاثي اللي كان ممكن يكون نموذج رائد في العمل في افريقيا، تراجع كثيرا خلال السنوات الماضيه نتيجه ظروف كثيره ومنها ان كل دوله كبرى بتحاول ان يكون لها نفوذها الاساسي على الارض بعيدا عن دول اخرى، ولكن ثبت انه التواجد المصري تواجد مطلوب في دول كثيره. كنت في الكونغو من فتره وعرفت قد ايه ان العالم بينظر الى التواجد او هذه الدوله بتنظر الى التواجد المصري بتقدير كبير بيختلف عن تواجد دول اخرى كثيره، وبالتالي وجودنا في تعاون ثلاثي اعتقد ان بدايه شراكه هتكون جيده هيستفيد منها الجميع. فاتمنى ان هذا المبدا يبدا في ان هو يظهر للعموم مره اخرى ويرى يعني نتائج مثمره على في بعض الدول الافريقيه اللي هي لديها رغبه في تنميه يعني مواردها وتنميه البنيه التحتيه اللي موجوده فيها، وده يمكن حضرتك هتلاحظي انه في مشروع طموح مصر تقوم به ودول افريقيه اخرى طبعا اللي هو طريق اسكندريه كيب تاون، هذا الطريق هيكون مجال حيوي لانشاء مجتمعات جديده حوله وايضا تسهيل فكره التجاره البينيه ما بين الدول الافريقيه بعضها البعض، لان احد المشاكل الاساسيه في التعاون الافريقي هو ان مفيش تواصل ولا بحري ولا جوي ولا ارضي بين الدول الافريقيه بعضها البعض، فبالتالي فكره البنيه التحتيه وده مصر بتشتغل فيها بقوه في اثناء الفتره الاخيره، اعتقد ان ده مبدا كبير ويجب ان الدول الاوروبيه تساعد دول القاره في هذا الشان. موضوع البنيه التحتيه ده من الموضوعات المهمه سواء كانت طاقه او طرق او مستشفيات او غيرها من الخدمات اللي ممكن تقدم للانسان الافريقي. نعم، اشكر حضرتك جزيل الشكر السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق.